طبعا سيارة رقم 29 عالجت الخلل وسنستقبلها الآن على المنصة واليوم بالمركز 16 للترتيب العام. إذا السائق محمود الجبارين وملاحه يوسف لحات سيارة رقم 29 ترتيب عام 16. الحمد لله على سلامتكم، يعطيكم ألف عافية يا رب. مبروك
الحاصلين على المركز السابع ضمن رالي الأردن 2024 وأيضا كأس المركز الثالث على مجموعة MR4. الحمد لله على سلامتكم وألف مبروك هذا الإنجاز، فخورين فيكم دائما. نتابع معكم والنتائج واليوم الختامي لرالي الأردن 2024 وننتقل للحاصلين على المركز السادس البطل شادي شعبان وملاحه سامر عيسى. ألف مبروك ألف مبروك شادي شعبان والملاح سامر عيسى المركز السادس وأيضا حاصلين على كأس المركز الثاني على مجموعة NR4 وأيضا جائزة أسرع فريق أردني. الفريق أردني والطاقم أردني بالكامل، ألف مبروك هذا الإنجاز، يعطيكم ألف عافية، الحمد لله على سلامتكم. برافو. ألف مبروك ألف مبروك من جديد للبطل شادي شعبان وسامر عيسى والحاصلين على كأس المركز أيضا الثاني على مجموعة NR4 وكأس أسرع فريق أردني ما شاء الله. ألف مبروك هذا الإنجاز. منافسات كانت حقيقة شرسة صعبة، مراحل طويلة، درجات حرارة مرتفعة، فيعطيهم ألف عافية جميعا. إذا الحاصل على المركز الخامس في رالي الأردن 2024 السائق الشيخ بدر الفايز وملاحه جوزيف مطر، ألف ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. الشيخ بدر الفايز يشارك طبعا في العام الثالث في الراليات، مبروك والحمد لله على سلامتكم، ألف مبروك على الإنجاز، موفقين إن شاء الله في الجولات القادمة. برافو ألف مبروك. البطل الشيخ بدر الفايز والملاح جوزيف مطر المرتبة أو المركز الخامس ضمن رالي الأردن 2024. وإلى منصة التتويج نستقبل الآن السيارة والأبطال أصحاب المركز الرابع في رالي الأردن 2024 على سيارة رقم 6 السائق دينيس كروتوف وملاحه يوري كوريكوف. ألف مبروك والحمد لله على السلامة. إذا الترتيب الرابع وأيضا حاصلين على كأس المركز الثالث للرالي الوطني الثاني The Second National Rally Trophy. Congratulations. مبروك. سالفة لضيوفنا ألف مبروك للأبطال. Congratulations. طبعا التيم تيم كل السائقين والأبطال التيم بالكامل مثل وجهة تحية تيم بي يعطيهم ألف عافية جهود جبارة خلال اليومين الماضيين. كل التيم المرافقين للمتسابقين والملاحين. مبروك Congratulations guys.
إذا المراكز الثلاثة الأولى وصلنا للحظات الحاسمة حيث سنعلن عن الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى وبكل فخر اسمحوا لنا جميعا بأن نرحب بالبطل الحاصل على المركز الثالث شاكر جويحان ومداحه طارس حنا يعني أداء مشرف مفخرة أصغر المتسابقين المشاركين وهو أردني الجنسية كلنا فخر ألف مبروك حصولكم على المركز الثالث أيضا شاكر جويحان وكارلوس حنا عم يحصلوا على كأس المركز الثاني للرالي الوطني الثاني وكأس المركز الأول على مجموعة NR4 برافو جمعوا جمعوا هم شو الصورة هاي الجنة ألف مبروك إبداع وحمد لله على سلامتك برافو برافو ثلاثة كبيرة ثلاثة كبيرة البطل شاكر جويحان والبطل كارلوس حنا and the team يلا رالي حماسي جدا نسخة رائعة جدا جهود جبارة تحية كثير كبيرة لكل القائمين على رالي الأردن 2024 واللي هو بشهادة الجميع فعليا من أصعب الراليات بالعالم على مستوى العالم شاكر جويحان وكارلوس حنا شاكر جويحان من الأردن وكارلوس حنا من لبنان المرتبة الثالثة المركز الثالث أردني سلاش لبناني مبروك نرجع نذكر منهم ايضا حصلوا على كاس المركز الثاني للرالي الوطني الثاني والمركز الاول على مجموعه NR4 برافو 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 الف مبروك شاكر جويحان يشارك في السنة الرابعة بالراليات وهو بطل الأردن لسباقات السرعة عدة سنوات وبطل الأردن للراليات عام 2022 ووصيف 2023 برافو 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 يا شاكر وهو أصغر المتسابقين من باب أول أما بالمرتبة الثانية في رالي الأردن 2024 في المركز الثاني ألف مبروك للبطل القطري عبد العزيز البواري يا شباب الحاصلين على المركز الثاني في رالي الأردن 2024 عبد العزيز البواري وملاحه مارشال كلارك وأيضا حاصلين على المركز الأول على الرالي الوطني الثاني والمركز الثاني على الترتيب العام كالمذكر مبروك برافو الحمد لله سلامتكم ويعطيكم الف عافيه واكيد عم نستقبل تيم عبد العزيز الكواري الف مبروك هذا الانجاز اكيد شيء بيرفع الراس مفخره و متصدرين ما شاء الله دائما جمهور تحية كبيرة ألف 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 مبروك عبد العزيز الكواري من قطر وملاحه مارشال كلارك Congratulations والآن نستقبل البطل الحاصل على
المركز الأول في رالي الأردن 2024، وهو يستعيد اللقب ويسترده هذا العام للمرة 16. هو حاصل على لقب بطل رالي الأردن 15 مرة، وبطل الشرق الأوسط للراليات 18 مرة، وبطل رالي دكار 5 مرات. البطل ناصر أبوية. وملاح جيوفاني بيراتشيني. إذا القطري ناصر العطية يحصل على المركز الأول في رالي الأردن 2024 ويستعيد اللقب من جديد. ألف مبروك. وأيضا يحصلون على المركز الأول على مجموعة رالي 2 والأول على الترتيب العام. مبروك. بطل رالي الأردن 2024 الأبطال ناصر العطية والملاح جيوفاني بيراتشيني. وطاقم العمل، إذا أمامنا مشهد رائع جدا للمراكز الثلاثة الأولى في نهاية رالي الأردن 2024. البطل بالمركز الأول البطل ناصر العطية وملاح جيوفاني بيراتشيني، وبالمركز الثاني البطل القطري عبد العزيز الكواري وملاحه مارشال كلارك، وبالمركز الثالث البطل الأردني شاكر جرحان وملاحه كارلوس حنا. ألف مبروك ألف مبروك، يعطيكم العافية جميعا، وإنجازات تضاف إلى قائمة الإنجازات الرياضية السابقة. بدنا نطلب من الجمهور العزيز انه يضل باماكنهم، وايضا الزملاء الصحفيين لانه رح يعقد بعد قليل مؤتمر صحفي لاصحاب المراكز الثلاثه الاولى وملاحيهم.